لأول مرة أبدأ فيديو بتحذير، فيديو قاسي، فيديو صعب، أصعب فيديو قدمته على القناة. ستة أحلام إذا حلمتها يا أيتها الزوارية فاعلمي أن الموت قريب للأسف الشديد. وحذاري من آخر حلم، إنه الحلم السادس، إذا حلمتيه فتأكدي أن موت النرجسي قريب، هو مسألة أيام. فيديو صعب، فيديو قاسي، فيديو بطبيعة الحال أنا أعرف أنه سوف يصدم الكثيرين. نعم، اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان، وهذه الفضفضة ستكون فضفضة خاصة، سيكون جوابا عن سؤال بل عن عدة أسئلة للعديد من المشاهدين الكرام. كوتش نعمان تحدث عن علاقة الأحلام والموت بالنسبة للزوارية، ولكن بطبيعة الحال بما أنني أتفادى الحديث عن هذا الموضوع فقد أجلته، ولكن الحقيقة يجب أن تقال ولو كانت مرة. أخيرا سوف تعرفين متى تحل الوفاة، الموت، متى سوف تتخلصين من النرجسي عن طريقي. أحلام، ما هي هذه الأحلام يا ترى؟ اليوم سوف تعرفين. كما قلت، هذا هو أقصى فيديو في القناة على الإطلاق. قبل البدء لايك ليصل هذا المحتوى الخطير لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين السيكوباطيين والقوارض البشرية الشيطانية، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، وخصوصا لا تنسوا الصلاة على حبيبنا أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم حتى يوفقني الله في هذا الفيديو. كما قلت، فيديو صعب. فمرحبا بكم أحبائي في هذه الحلقة القاسية من فضفضة مع نعمان. قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها زوهرية، فقط للتبسيط. إذا كنت رجلا زوهريا فهذا الفيديو أيضا ينطبق عليك. كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئتي الله. الموت حق، الموت هو الشيء الأكيد في حياتنا، كل شيء نسبي متغير إلا الموت. بطبيعة الحال الموت فهو يدخل في الغيبيات، الله فقط من يعرف متى سنموت. ولكن الزوهرية لديها هذه الصفة الربانية التي أعطاها إياه الله سبحانه وتعالى عن طريق الأحلام، الرؤى. تذكروا أن الجسر الوحيد بين الزوهرية الروحانية وبين العالم الآخر هو الرؤية، المنام. ولهذا فأنا أؤكد على ضرورة أن تركز المرأة الزوهرية في الأحلام فيما تراه في منامها، لأنها أشياء تتحقق، وهذا أمر بطبيعة الحال برهنت عليه في فيديوهات سابقة. نعم، العديد قد يقول أنت تخرف هذه خرافات، هذه شعوذة إلى آخره، لا أحد يعرف متى سوف يموت. ولكن تأكدوا أن هذا الفيديو قد تطلب مني أشهرا من الإعداد ولا أبالغ. قرأت العديد من الكتب، في مقدمتهم تفاسير ابن سيرين للأحلام، وبطبيعة الحال هذا الفيديو فهو لا يخالف الشرع، على العكس هو يطابق التعاليم الدينية الإسلامية. وابحثوا في المراجع حتى تتأكدوا. فيديو عليكم أن تعرفوا أنه تطلب مني جهدا، ولهذا فعليكم أن تركزوا معه حتى آخر ثانية، وأن تشاركوه، ضعوا لايك، علقوا، اشتركوا في القناة، لأن هذه الفيديوهات صدقوني هي من ذهب
أعطيها لكم لكي تجدوها جاهزة لكي تطبقوها على حياتكم. أسرار لن تجدوها في مكان آخر، وإذا وجدتها فهي مقتبسة ومسروقة من هذه القناة. إذن لايك للفيديو، ضعوا تعليقا، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، واربطوا الأحزمة لأنني الآن سوف أبدأ في تعداد هذه الأحلام. وحذاري من آخر حلم، إذا كنت تريدين التخلص من النرجسي فإذا رأيت هذا الحلم فموت النرجسي قريب. أول رؤية إذا رأيتها فاعلمي أن الوفاة قريبة للأسف. هي رؤية ميت في المنام يخرج من قبره. هنا أفتح قوسا، سواء كنت في صحة جيدة أو تعانين من مرض فهذا أمر سيان، لا يوجد فرق، تمام؟ إذن عليك أن تركزي في هذه النقطة. ولو أنك في صحة جيدة وحلمت هذا الحلم، رأيت هذه الرؤية ألا وهي خروج شخص ميت من قبره في المنام يحاول أن يحدثك، ولكن أنت لا تستطيعين أن تكلميه. ركزي على هذه الفكرة. كما لو أنك قد فقدت صوتك، لا تستطيعين الكلام، حتى أنك لا تستطيعين الحركة. فهنا هذا دليل على أن الموت قريب، خصوصا إذا استيقظت من المنام وأنت لازلت تتذكرين هذا الحلم بتفاصيله وأنت مرتعدة مرتجفة، وخصوصا إذا استيقظت بين الثالثة والخامسة صباحا. هذه أسرار خطيرة جدا، ركزي فيها جيد. إذن الحلم الأول، الرؤية الأولى، هي رؤية شخص في المنام يخرج، هو أصلا ميت، يخرج من قبره يحدثك، يحاول أن يتقرب منك، يحاول أن يجرك إليه، ولكن أنت مشلولة، أنت صماء بكماء تنظرين إليه وأنت متعجبة. هذا هو الحلم الأول الدال على قربي الوفاة. ثاني رؤية خطيرة جدا، إذا رأيتها يا أيتها الزوهرية فاعلمي أن وفاتك قريبة للأسف الشديد. هي رؤية ميت يخرج من القبر يتحدث إليك، وأنت أيضا تتحدثين إليه وترينه بوضوح ويخبرك بيوم وفاتك. هنا سوف تتساءلين، كوتش نعمان، وقد يكون شيطانا، قد يكون مسا، قد يكون أي شيء غير حقيقي، كيف نعرف أن هذا الأمر حقيقي؟ ركزي جيدا. أولا لأن هذا الحلم قد فسره ابن سيرين وهو دال على الوفاة، وثانيا هو أن الميت هو في دار الحق، أي أن كل ما يقوله حقيقة. إذن صدقي أي شيء يخرج من فم ميت في المنام وهو في قبره خارج من القبر ويتحدث إليك وقد يخاطبك باسمك. حذاري من هذه النقطة، فهنا لا شك بأن الوفاة قريبة. أعرف أن هذه معلومة صادمة، ولهذا فقد حذرتك في بداية هذا الفيديو، لأن هذا الفيديو قاسي. أنا هنا لا أريد أن أكون متشائما، فأل شر، لا، على العكس، نحن نورانيون متعاطفون نحب الخير، ولكن علي أن أقول الحقيقة. هذه معلومات أعرفها، علي أن أشاركها معكم لأني أخوكم في الله وأحبكم. كل روحانية زوهرية عليها أن تحفظ هذا الفيديو عن ظهر قلب، لأنه صدقيني لن تجدي فيديو على اليوتيوب مثله. فهنا أريدك، وهذا طلب بسيط مني، أن تنزلي لخانة التعليق وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعلمين أننا نتبرك بهذه الصلاة، فهو قدوتنا وحبيبنا. هل صليت على الحبيب؟ نواصل أيتها العزيزة. ثالث حلم، رؤية خطيرة جدا، هذه هي من أوضح الرؤى على قرب الموت.
على الإطلاق. صدقيني أعرف أن هذه الرؤية قد تشعرك بالخوف بالهلع، ولكن اعلمي يا أختي الزوهرية، إذا حلمت هذا الحلم فالموت قريب للأسف. هذا الحلم هو رؤية شخص ميت يخرج من قبره، يأخذك من يدك، ثم تتجهان لغرفة، وهو يخرج من هذه الغرفة ويتركك لوحدك. تحاولين الخروج، لا تستطيعين، كما لو أنه قد قفل الباب وراءه وأخذ المفاتيح. بطبيعة الحال سوف تستيقظين مفزوعة، قد تصرخين وأنت في هذا الحلم لأنك تحاولين الخروج من هذه الغرفة ولم يحدث شيء، لم تستطيعي فعل أي شيء، قواك منهارة، وفي النهاية تستسلمين. هذا الحلم دليل على أن الوفاة قريبة للأسف. أطال الله في عمرنا جميعا، ولكن حذاري من هذه الأحلام. هنا أركز على أن هذه الرؤية يجب أن تراها امرأة زوهرية روحانية وليس أي شخص. حذاري من هذه النقطة. إذن هذا هو ثالث حلم، ثالث رؤية خطيرة واضحة على أن الوفاة قريبة. رابع رؤية خطيرة تدل على الوفاة يا أختي الزوهرية، حذاري من هذه الرؤية، هي رؤية بيت كبير واسع في المنام، ولكنه يضيق شيئا فشيئا حتى تختنق أنفاسك، حتى يعصرك حرفيا. هذه رؤية مرعبة جدا يا أيتها الزوهرية، إنه كابوس حقيقي. كيف أنك ترين الموت شيئا فشيئا؟ هذا البيت هو يضيق عليك جدرانه، فهي تحيط بك شيئا فشيئا حتى تعصرك. فتصوري خطورة هذا الحلم وإحساسك، وهذا دليل على أن الموت قريب للأسف. هنا أفتح قوسا وأذكر على أن هذه الأحلام هي أحلام أخذتها من مراجع موثوقة بعد بحث طويل، وأيضا ربطتها بالمرأة الزوهرية لأنها الوحيدة التي لديها ارتباط بعالم الجن، بالعالم الآخر، بالعالم الخفي، بهذه الأبعاد التي لا يستطيع عامة البشر أن يتصلوا بها. فعامة البشر قد يرون أحلاما ولكنها غير حقيقية، لا تدل على شيء إلا المرأة الزوهرية، لأنها ترى أشياء تحدث بالفعل، لديها حدس، لديها عين ثالثة، والمنام هو جسرها نحو العالم الآخر، نحو رفقتها التي تحدثها، التي تحميها، والتي قد تعطيها تاريخ وفاتها. إذن هذا هو الحلم الرابع الذي يدل على قرب الوفاة. خامس رؤية تدل على قرب الوفاة، وهنا نحن نقترب من آخر وسادس رؤية التي أنا أعرف أنك تتشوقين إليها لكي تعرفي متى سوف يموت النرجسي، متى سوف تتخلصين منه. فخامس رؤية هي رؤية نفسك في بيت، ولكن ركزي في هذه النقطة، ليس أي بيت، بيت جدرانه مطينة بالطين. ركزي على هذه النقطة، أي بيت مبني بشكل أثري قديم يحيلك على عصور غابرة، ليس كالبيوت التي تبنى حاليا، بيوت متطورة بطبيعة الحال بسيراميك بزليج إلى آخره. لا، هو بيت قديم بالطين. فإذا رأيت نفسك في هذا البيت فاعلمي أن الموت قريب، لأن هذا الطين فهو يحيل على القبر، يحيل على التراب. أين سوف نعود يوما ما؟ ولكن للأسف فرؤية هذه الرؤية، هذا الحلم، فتخبرك بأن الموعد قريب للأسف الشديد. أنا هنا أذكر أنني لا أريد أن أرعبك، أن أنشر الفزع، ولكن هذا علم، هذه ثقافة، هذه معلومات، على الرغم من قسوتها ولكن
تعلمنا أن المعلومات ولو كانت قاسية فعلينا أن نلتقطها، علينا أن نتقبلها. هذه هي الحياة أيتها الزوهرية، الحياة صعبة قاسية، علينا أن نعيشها كما هي، وأسرارها علينا أن نتقبلها كما هي. وأنا أعرف يا أيتها الزوهرية، يا أيتها الروحانية، أنك وصلت لهذه الدرجة من الوعي، من النضج الذي فيه تتقبلين الأمور على الرغم من قساوتها، فهنيئا لك. هنا أريدك أن تنتبهي جيدا لأغرب سادس أخطر حلم، رؤية خطيرة تراها فقط الزوهرية، وتدل على قرب وفاة زوجها النرجسي. هنا أتحدث على الزوهرية التي هي مرتبطة متزوجة بنرجسي، عانت معه الأمرين، حطمها، خانها، اغتصب روحها. بطبيعة الحال إذا أردتم أن تعرفوا كل شيء عن النرجسي ففي هذه القناة هناك المئات من الفيديوهات عن النرجسيين. ما عليكم سوى النزول للاشتراك في القناة وادخلوا للمحتوى لكي تبحثوا عن الفيديوهات التي تتحدث عن النرجسي. معلومات صادمة فضحت فيها هذه القوارض البشرية الخبيثة الشيطانية. صدقوني، التعايش مع النرجسي هو التعايش مع الشيطان، والمرأة الزوهرية هي تعاني مع هذا الخبيث لأن أرواحهما متناقضة، لأنها نورانية وهو ظلامي. كوتش نعمان، أخبرنا ما هو هذا الحلم. هذا الحلم يا أيتها الزوهرية هو أن تري نفسك تقذفين منيك ولكن باللون الأحمر. نعم، هذه رؤية خطيرة جدا. هنا أريد أن أفتح قوسا لأن هذا الحلم لديه معنيين بالنسبة للمرأة العادية غير الزوهرية ضحية النرجسي. فإذا حلمت هذا الحلم، أي إذا قذفت شهوتها منيها باللون الأحمر، لون الدم، فهذا يدل على قرب الانفصال. هل حلمت هذا الحلم؟ أخبريني في خانة التعليق. وبالفعل انفصلت عن النرجسي. والمعنى الآخر والذي أتحدث عنه هنا الذي يخص فقط الزوهرية، إذا رأت هذا الحلم، هذه الرؤية، فتأكدي بأن موت النرجسي قريب. أنا هنا بطبيعة الحال أعرف أنك لن تتمني هذه الرؤية لأنك طيبة، أنت لا تتمنين موت أي أحد ولو كان النرجسي المجرم، ولكن هذه الرؤية فهي تدل على قرب موت النرجسي، على أنك سوف تتخلصين منه. فهنا سوف أقول لك بشرى لك يا أيتها الزوهرية إذا كنت بالفعل فرحة لموت النرجسي، وهذا من حقك لأنك عانيت مع هذا الخبيث. انزلي لخانة التعليق وتحدثي عن مأساتك مع النرجسي الخبيث. ما هي أنواع التعذيب التي عانيتها معه؟ أنت لازلت تعيشين الجحيم، تتمنين الانفصال عنه، ولكن لا تستطيعين لعدة اعتبارات اقتصادية، اجتماعية، نفسية إلى آخره. ولكن إذا حلمت هذا الحلم فتأكدي بأن موت النرجسي قريب. وبطبيعة الحال فكل محتوى هذا الفيديو فهو فقط بإذن الله تعالى، بعلمه، بمشيئته وبقدرته. في نهاية هذه الفضفضة القاسية أعرف أن هذا هو أقسى فيديو قمت به في هذه القناة، فيديو ترددت قبل أن أصوره، ولكن كما تعلمون فنحن علينا أن نواجه الحقائق كما هي. أريد أن أوجه لك رسالة مهمة يا أيتها الزوهرية، لا تنتظري الرؤية حتى تتخلصي من النرجسي، حتى تبتعدي عنه، اتخذي القرار قبل فوات الأوان. حياتك في خطر مع النرجسي، عليك أن تبتعدي عنه، عليك أن تستقلي بذاتك، عليك أن تعانقي روحانياتك،
عليك أن تحتفظي بزوهريتك، وهذا لن يتأتى لك إلا بشيء واحد فقط. أنت تعرفين ما هو؟ إنه الانفصال عن النرجسي وقطع الاتصال. إذا أعجبكم هذا الفيديو، هذه الفضفضة الصادمة المرجوة، دع لايك. مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف. أيضا هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة. هذه الاستشارات قد أنقذت أرواحا. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أنتظر جوابك عنه على أحر من الجمر أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: ما هو الحلم أو الأحلام التي أرعبتك يا أيتها الزوهرية؟ أخبريني الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين السيكوباطيين والقوارب البشرية الخبيثة والشيطانية. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم. حذاري ثم حذاري من الخروج من هذا الفيديو قبل النزول لخانة التعليق والصلاة على حبيبنا أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. اعلمي أن هذه الصلاة هي صدقة جارية فلا تضيعها. وكالعادة أحبائي، كونوا سعداء.